ابو عمرو. ايه يا عم الحاجه اللي بتقطع القلب دي؟ انا ابني نزل يوم 28 الساعه 1 الظهر، الساعه 3:30 التليفون بتاعه اتقفل ولحد النهارده مش لاقيينه. الملف بتاع المفقودين مش موجود عند حد، لا عند المجلس العسكري ولا عند رئاسه الجمهوريه، عند رئاسه الوزراء ولا عند الائتلافات بتاعه الثوره. الملف بتاع المفقودين مش موجود مع حد في الدوله. الملف بتاع المفقودين بيعتبرون ان هو شيء شائك، وكانوا ازعوني وقالوا لي جماعه من اللي بيطلعوا على القنوات الفضائيه ان ما فيش حد في الدوله هيفتح الملف ده، لان الملف ده شائك اكتر من ملف الشهداء. للاسف احنا رحنا عملنا بلاغات عند النائب العام وحولنا لوكلائه، الوكلاء بتوعه قالوا لي شوف طريق، شوف طريق عندك احنا نمشي وراك فيه، يعني شوف انت طريق واحنا نمشي معاك فيه. انا اللي هشوف طريق، انا اللي هشتكي لهم ان ابني مفقود من 28 يناير، وهم بيقولوا لي شوف الطريق اللي انت عايز تمشيه واحنا نمشيه معاك. اسمك والله يا حاج وتليفونك بعد اذنك. انا اسمي السيد محمود السيد جمعه، ابن المفقود اسمه عمرو، وتليفوني 0173371442. ونكتب تليفونك على الشبكة، وإن شاء الله الأمر لا يرجع لك بالسلامة. أشكرك يا سيدي، أشكرك. ربنا يرجعك بالسلامة.